السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا بكم برنامجكم الأسبوعي حوار في ساعة. ضيفنا هذا المساء هو الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الأستاذ فادي زريقات. استضافتنا له هذه الليلة ستكون للحديث عن انطلاقة النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للرجال التي تستضيفها الدوحة هذه الأيام، وما يمكن أن يثار فيما يخص اتحاد غرب آسيا ككيان ومسابقات أصبحت تعاني الكثير من الأزمات بسبب الانسحابات المتكررة للاتحادات وعدم اهتمامها بالمشاركة والاقتناع بالجدوى على البطولات والتعرف أكثر على قضية نتابع معكم هذا التقرير. تطرح بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة القطرية هذه الأيام كأحد القضايا العاجلة المثيرة للجدل، سيما وأن البطولة يرافقها العدد الأكبر من الانسحابات أو الاعتذارات كما يحلو للبعض في تسميتها. فإلى جانب اعتذار الاتحاد الإماراتي عن المشاركة المسبقة، اعتذر أيضا المنتخب السوري وتبعه بعد ذلك المنتخب اليمني، الأمر الذي شكل أثرا ليس بالإيجابي وذهبت تداعياته للتغيير في النظام العام للبطولة والكيفية التي يتأهل بها المنتخبات إلى الدور الثاني. ويقف اتحاد غرب آسيا بصفته الرسمية الإدارية شاهدا ومسائلا عما يدور حول البطولة وما يمكن أن يكون حاضرا من أسئلة واستفسارات للبحث عن المزيد من الردود والإجابات، لعل غالبيتها يكمن حول المصير الغامض الذي تسير إليه البطولات الغرب آسيوية وما يمكن أن يطال اتحادها معتمدا عليها في قادم السنوات، خاصة بعد أن ظهرت مؤخرا العديد من العقبات حول حصوله على القدر المناسب من الدعم والرعاية وأن يتمكن من تنفيذ المزيد على مستوى المناسبات والاستضافات. وبما أن الحديث هذه الأثناء ينصب عن البطولات الغرب آسيوية وما يمكن أن يكون عليه اتحادها، فقد كانت من الفرص السنحة أن نكون على قدر الحدث وقيمته وأن تبتعد استفساراتنا عن طرح نفس السؤال والترديد في أكثر من اتجاه إلى أين يتجه اتحاد غرب آسيا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، كان يمكنكم التواصل معنا وتوجيه الأسئلة إلى ضيفنا الكريم عبر حساب برنامج تويتر الذي يظهر على الشاشة، كما يمكنكم أيضا التصويت على الكاست دات نت على سؤال الحلقة: من يتحمل الانسحابات المتكررة للمنتخبات في بطولات غرب آسيا؟ هل هو اتحاد غرب آسيا أم الاتحادات المنضمة تحت شعاره؟ بسند أول شيء الحمد لله على السلامة، وإحنا صراحة يعني أنت وصلت الساعة 7:30 ومن المطار للفندق للاستوديو، شكرا لك. بالعكس، هذا شرف لي كبير أن أكون متواجد معك دكتور أحمد وموجود في قناة محببة على قلبي هي قناة الكاس. شكرا لك. طبعا أعتقد أنت من الأجواء من الأردن، هناك الآن هني صيف في الدوحة الجو صيف دافي يعني. بالنسبة لنا صيف طبعا، عندنا مايلس مانستو ناقص درجتين، يعني البرودة عندنا قوية وكنا في يعني بعاصفة ثلجية قوية اجتاحت المملكة، يعني اجتاحت منطقة جميع المنطقة بجميع المملكة الأردنية الهاشمية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، يعني في بعض المناطق كان عندنا الثلوج متر ونص متر 80 سنتي في الشمال وبعض منطقة في الجنوب بالشوبك الثلوج، يعني الحمد لله هي نعمة من عند ربنا. احنا بحاجه لمطر، بحاجه لمي بالاردن، من اهم من مشاكلنا الكبيره، ولكن هاي نعمه ربنا نشكر عليها. هو الواحد يقول لك يعني انا عشت في امريكا فتره، حلو ان تشوف الثلج لكن صعب تعيش فيه. طبعا على العموم، بطوله غرب اسيا الثامنه هنا في قطر كيف تراها؟ يعني بدايه باسم صاحب السمو الملكي واسره اتحاد غرب اسيا بتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحاد القطري وجميع العاملين في بطولة غرب آسيا للنسخة الثامنة، وأيضا إلى الناقل الرسمي لبطولة غرب آسيا لقناة الكاس، بتوجه بجزيل الشكر على هذا الدعم والمساندة الكاملة والمطلقة لبطولة غرب آسيا. حقيقة النسخة الثامنة هي ستكون نقلة نوعية لبطولة غرب آسيا للرجال ضمن الإمكانيات اللي احنا عارفينها واللي احنا شفناها واللي احنا متأكدين على
مدى إمكانيات الاتحاد القطري واللجنة المنظمة في جميع الأمور، إن كانت من نواحي اللوجستية أو الإدارية أو الفنية أو التسويقية المالية، بجميع نواحيها بعمل مؤسسي بعمل احترافي كبير على مستوى أعلى من مستوى الآسيوي، مستوى دولي، مستوى أوروبي اللي أنا شفته، وبخبراتي المتواضعة في حضوري لبطولات على مستوى كأس عالم ومستوى كأس آسيا اللي شفته واللي عملت معهم في الاتحاد القطري على كفاءة عالية. فبطولة غرب آسيا في نسختها الثامنة ستكون نقلة نوعية بجميع محاورها، وستكون النسخة التاسعة لأي بلد سيستضيف هذه البطولة، تحدي كبير. وهذا احنا ما نتأمله من جميع الاتحادات المشاركة او تحت مظلة اتحاد غرب آسيا كأعضاء، انه يشوف شو المستوى الكبير التي وصلت له دولة قطر في تنظيم، ليس فقط حسب معلوماتي في موضوع لعبة كرة قدم، وإنما في جميع الألعاب. جميع الألعاب. إحنا يمكن بعد سنة، يمكن على علم إن إحنا سنستضيف بطولة العالم لكرة اليد في 2015. صحيح. يعني أعتقد إحنا في قطر يمكن مرحلة التنظيم لنا باع طويل فيها، ووصل أصبحت الأمور هذه بديهية. وأتمنى يعني نتمنى إن تكون هذه البطولة متميزة ليس فقط في التنظيم. هي متميزة قبل ما تبدأ البطولة. يعني إحنا كأمانة عامة نعمل مع الاتحاد القطري منذ أشهر، متأكدين تأكد كامل إن البطولة راح تكون متميزة بجميع النواحي كما ذكرت. يعني جميع النواحي، من قبل أشهر الاتحاد القطري قادر يستضيف البطولة، من قبل أشهر بأي وقت بأي تاريخ قادر إنه يستضيف البطولة. يعني الاتحاد القطري عنده إمكانيات، ولكن اشتغل بإمكانيات احترافية، ترجمها لإمكانيات احترافية، موجود إمكانيات مادية ترجمت إلى عمل ميداني كامل بطريقة يعني زي ما قلت احترافية متطورة جدا على مستوى عالمي. تذكرت لي قبل الحوار يعني أن أنتوا يعني تكونون كثير من التقدير والعرفان للاتحاد القطري ولقناة الكاس. يعني أنا شاهدت مجروحة في قناة الكاس. يعني ولكن هذا بالنسبة